كيف فينا نعمل creation لسايتس لسبنتس؟ تنقدر نحكي عن هذا الموضوع خلونا نتذكر الفروزن باك توبولوجي الموجودة أنا عندي هون. أنا إذا بدي أرجع أخذ بعين اعتبار التوبولوجي الموجودة عندي هون بتذكر أنه أنا كان في عندي الوست وكان في عندي الإيست. في عندي سيرفر على الوست وفي عندي سيرفر على الإيست. طبعا ممكن يكون عندي أكثر من واحد بس نحن هون عم نحكي عن واحد بس. يوجولي هيدول اثنين سيرفرز بهيدي التوبولوجي انا بدي يهون تحديدا عم نحكي الدومين كنترولر فور شور بدي يهون اثنيناتهم يكونوا عم بيشتغلوا at the same level. صحيح البرايمري كان هو الواست اللي اشتغلنا عليه بالاول ولكن كمان بدي الايست يعمل نفس الجاب اللي عم بيعمله الواست. في حال صار في عندي اي مشكله على الواست صار في عندي ايرور بطل في عندي كوميونيكيشن فاوتوماتيكلي حيحل محله مين يلي موجود عندي انا بقلب الايست. نتذكر شغلي نحن عملنا creation لفورست بقلبها domain. domain كان frozenbug.com يلي بقلبه كل هيدي الكمبيني يلي هون. نحن يلي خدناه بعين الاعتبار parent domain اللي هو frozenbug وحيكون عندنا بهيدا الاكزامبل اثنين domain controllers عم بيشتغلوا على هيدا parent domain. يعني هيدا هو الشيء اللي انا بدي اعمله. I need to create a domain controller, another domain controller طبعا عنده access مثل الاول على نفس البارنت دومين. فبدي اعرف شو بدي اعمل. فمشان هيك انا بدي ارجع شوف التوبولوجي عندي بهالطريقه. انا عندي هون مور ذان وان سايت. طبعا في عندي السايت تبع الويست والسايت تبع الايست وفي عندي كونتري سايت اللي حنحكي عنه بعد شوي. يلي حنعمله نحن وي نيد تو كرييت سايتس. طيب نحن اوريدي عملنا دومين يعني لازم يكون في عندي سايت باي ديفولت از كرييتد اللي هو موجود عندي هون تبع الويست. يس ات از باي ديفولت كرييتد. بس بدنا نشوف كيف فينا نغير الديفولت نيم. So I need to have at least 3 sites وكل سايت أنا موجود عندي على subnet معين. يعني هيدا موجود عندي هون على subnet يعني 172.16.1.0/24 يلي هون هو .18.1.0 ويلي هون هو .17.1.0. So how can we create the site? How can we create the subnet? هيدا الشيء اللي نحن حنشوفه. حبلش الشغل تبعي أنا على server يلي هو domain controller تبع الوست. حأطلع على tools في عندي كونسول جديدة بدي اتعرف عليها اسمها Active Directory Sites and Services. بكبس عليها بمجرد ما فتح لي هلا الداشبورد اللي موجودة عندي هون. هون بدي انا اعمل creation للسايتس يلي انا بحاجة اني احط عليهم domain controllers. حلاحظ انه انا اذا بجي على الفولدر اللي موجود عندي هون بقلبه ثلاث شغلات Inter Site Transports, Subnets وفي عندي Default First Site Name. احنا قلنا قبل شوي انه عملنا installation للfrozenbug.com ولكن ما حكينا نحن وين موجود بأي سايت. هو طلع موجود عندي بالديفولت فيرست سايت نيم. أكيد فيني أعمل له رينيم. I need to provide site للإيست وبدي كمان طلع عندي سايت لمين. بدي طلع سايت للكونتري سايد. يلي حيصير عندي هون كمان we need to provide subnets. إذا فوت على قلب السبنتس directory حلاحظ ما في شيء because كلهم موجودين على الديفولت سبنت. طبعا أنا I can create my own subnets. وانترسايت ترانسبورت هي اللي بتضمن لي الكوميونيكيشن بين ذيس سيرفرز يلي حيكونوا موجودين عندي كل واحد منهم على سايت. هيدا البروسيس انا بسميه ريبليكيشن ححكي عنه بعدين. خلونا اول شغله نحن بدنا نعملها قبل ما اعمل كرييشن لاي سايت حاجي اعمل رينيم للديفولت فيرست سايت نيم. فاذا حاعمل لها رينيم وشو بدي اسميها انا بدي اسميها الويست. طبعا بدي اسميها الويست سايت. ما بقدر احط سبيسز حقول له داش سايت وبهالطريقه بكون انا اعطيتها هيدي التسميه. بعد ما عملت رينيم خلونا نجي نعمل دبل كليك عليها ونشوف شو بقلبها. بقلب هيدي الويست سايت اللي موجوده عندي هون اللي كانت هي الديفولت 1 ولازم نحن دائما نتذكر انه this is the default one. في عندي سيرفرز بقلب السيرفرز انا في عندي دومين اللي انا عم بشتغل عليه اللي هو fbwdc01. طبعا في عندنا هون شويه سيتنجز اللي هي الانتي دي اس سيتنجز وفي عندي دي ان اس سيتنجز. I will skip these for now. ولكن صرت بعرف انه انا هيدا الدومين كنترولر موجود وين عندي بالديفولت سايت. Let's create now another site. بجي أنا طبعاً على sites يلي موجودة هون. بجي بعمل right click and I need to create a new site. بمجرد ما عملت new site حيقلك أنت اللينك اللي بدك تستعمله شو هو. بالوقت الحالي حأختار default اللي موجود عندي هون وبنحكي عنه بعدين. أما بالنسبة لاسم السايت اللي بدي سميه حقول هالمرة بدي السايت يلي هو الإيست. فإذا بمجرد ما كتبت الإيست ححط داش من بعدين site. بنتذكر أنه ما فينا نحط spaces. بختار يلي هون بقول له اوكي وهون حيعطيني ورنينج اللي موجود هون انه انا I have to create several things. بدك تعمل له subnet, you have to move your domain controllers على هالسايت and so on. ما في مشكله بقول له اوكي. فاذا صار في عندي الايست سايت. I need to provide the last one يلي هو بهيدي الحاله حيكون الكونتري سايد. فاذا رايت كليك حارجع اقول له again new site. بمجرد ما قلت له new site حقول له هالمره country ومن بعدين حقول له داش كمان site.
وبمجرد ما كتبتها بدي اختار الديفولت اي بي سايت لينك، بعدين بقول اوكي. حلاحظ انه صاروا 3 موجودين عندي هون. كل سايت لازم يكون عندي على سبنت، الايست عنده سبنت والكونتري عنده سبنت. تنتذكر الايست الاي بي ادريس اللي كنت عم بستعملها هي 172.17.1.0/24. فاذا بروح على السبنت I need to create a new subnet. فإذا right click بيجي بقول new subnet، والسبنت اللي بدي استعمله هون أنا شو الـ IP prefix اللي بدي إيه؟ بدي الـ 172.17.1.0/24 لأني أنا عامل لها subnetting. هيدي لمين بدي إياها؟ للـ east site. بكبس على الـ east site من تحت، بقول له أوكي. حلاحظ أنه صار في عندي هيدا السبنت. Another subnet بدي استعمله اللي هو .18.1.0. لمين هيدا حيكون؟ حيكون عندي أنا طبعاً للكونتري سايت. فإذا حأرجع أروح على السبنت، حقول له بهيدي الحالة كمان رايت كليك نيو سبنت، حأرجع أختار الـ 172.18.1.0/24 يلي هو حيكون السبنت لمين؟ حيكون هو السبنت للكونتري سايت. فإذا بختار الكونتري سايت، فإذا برجع بقول له أوكي، حلاحظ إنه صار في عندي السبنت الثاني. أكيد أنا لازم يكون في عندي السبنت الأساسي اللي عم بشتغل عليه اللي هو already created، ولكن حا كمان اخده بعين الاعتبار right click حرجع له new subnet يلي هو عندي 172.16.1.0 يلي هو the first one slash 24. بمجرد ما حطيتها I need it to be for the default site يلي هو موجود عندي هون، حلو أوكي. okay. من بعد ما صاروا السبنتس موجودين عندي هون أنا زبطت النتورك، صار فيني هلأ بقى أروح على السيرفر التاني وارجع أعمل installation للدومين التاني يلي بده يكون كمان بنفس الليفل تبعيت الدومين الأول تبع الوست، بشكل أنه اتنينيتهم بيصيروا بيعملوا replication مع بعضهم. أكيد وقت ما بدي أعمل installation أنا I have to provide the active directory role، بدي أعمل له installation، حنشوف كيف. كمان بدي أخذ بعين الاعتبار شو نوعية الدومين كنترولر يلي أنا عم بعمل له installation.